رئيس الوزراء يوجه بتأهيل الجامعات الأهلية لتصبح نموذجا في الجودة والتكنولوجيا. مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا لاختبارها صواريخ روسية على طائرات أمريكية. وسطاء من أمريكا وفرنسا وألمانيا يبحثون في جنيف اليوم وقف القتال في ناغورنو كاراباخ دون مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة. أهلا بكم. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تأهيل الجامعات الأهلية الجديدة لتصبح نموذجا يحتذى به في جودة التعليم واستخدام الأساليب الحديثة في التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعي وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة. أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا لإدارة شؤون الضباط في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل، بهدف أو يهدف الموقع إلى تقديم جميع الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة للضباط وأسرهم وكذلك ضباط الاحتياط، إضافة إلى الاستعلام عن الطلبات المختلفة. يأتي هذا في إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي. أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر اليمين الدستوري الصباح اليمين الدستورية وليا لعهد الكويت، متعهدا بتغليب المصلحة الوطنية العليا، إعلاء لقيم الدستور وإرساء للمشاركة الشعبية وإشاعة لروح المحبة والتسامح. سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد حفظه الله. من نائب لرئيس الحرس الوطني الكويتي، سمي شيخ مشعل الأحمد الجابر صباح وليا للعهد بالكويت بعد أن انتقل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى جوار ربه قبل أيام. الشيخ مشعل الأحمد البالغ من العمر 80 عاما هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد والأمير الراحل. درس مشعل في كلية هند للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960، ويعتبر من أهم رجال الأمن بالكويت، حيث كان رئيسا للمباحث العامة في الفترة ما بين عامي 1967 و1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم حتى الآن. شغل مشعل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 73، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواي اللاسلكي ورئيس الفخري لها منذ عام 2004. تولى مشعل منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الذي كان له دور كبير في مساندة الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجوال عند اشتداد أزمة كورونا. وأمام مجلسي الأمة والوزراء أدى ولي العهد الجديد اليمين الدستورية متعهدا بالحرص على تلبية طموحات الوطن والمواطنين وتغليب المصلحة العليا للبلاد. وإنني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العبد المتين والناصح الأمين، وأن أكون للمواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه، الراعي لمصالحه، المحافظ على وحدته الوطنية، الساعي إلى رفعته وتقدمه، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة، الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين. كما أشار مشعل إلى توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر ببقاء الكويت على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية، ونستلهم في ذلك توجيهات سموه حفظه الله ورعاه
بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والأقليمية والدولية. كما تعهد أيضا ولي العهد الجديد بأن تواصل الكويت مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي. أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه من استئناف القتال بين المتبردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية في محافظة الحديدة بعد أشهر من الهدوء النسبي، مطالبا بوقفها. وقال جريفيث إن التصعيد العسكري لا يمثل انتهاكا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية. طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا على خلفية تقارير تفيد بأنها تختبر صواريخ دفاعية روسية الصنع على طائرات أمريكية. من جانب آخر، جددت فرنسا مخاوفها من تدويل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدة تدخل تركيا عسكريا في النزاع حول إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين. تتزايد الدعوات في العديد من الدول الغربية لمعقبة تركيا، ويعود ذلك على الأرجح بحسب خبراء إلى سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لا يتوانى على ما يبدو على الزج بها صراعات وأزمات في المناطق المجاورة. فمن التدخل في الدول العربية بدءا من العراق شرقا إلى ليبيا غربا مرورا بسوريا، حيث تتدخل تركيا عسكريا إما بشكل مباشر كما في شمال العراق وسوريا، أو من خلال نشر مرتزقاتها كما في ليبيا، إلى نشر الأزمة في منطقة الشرق المتوسط، ثم تشجيع أذربيجان على خوض صراع عسكري دام مع أرمينيا وتزويد باكو بالمرتزقة، إلى تجربة منظومة S-400 الصاروخية الروسية. هذه التصرفات وسلوكيات التركية جميعها دفعت الدول الأوروبية الغربية للمطالبة بفرض عقوبات على تركيا، وآخرها أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، تقدم بطلب إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة أنقرة بسبب اعتزامها تجربة نظام S-400 على طائرات أمريكية الصنع. كما دعا رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي إلى التعامل مع تركيا بصلابة، مشيرا إلى أن أنقرة عرضت القوات الأمريكية في سوريا للخطر، وأنها استحوذت على نظام S-400 الروسي رغم التحذيرات الأمريكية، إضافة إلى علاقاتها مع إيران ودورها في دعم أذربيجان هجومها الدامي في إقليم ناغورنو كاراباخ. أوروبا لم تكن بعيدة عن المشهد، حيث أكدت فرنسا على لسان وزير خارجيتها أن تركيا تتدخل عسكريا في نزاع ناغورنو كاراباخ إلى جانب أذربيجان، كما جددت من مخاوفها من تدويل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. الجديد في صراع ناغورنو كاراباخ هو أن هناك قواعد عسكرية تركية مشاركة وتهدد بتدويل الصراع على الصعيد الدولي. وكانت تركيا قد عملت على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط بحجة حماية مصالحها ومصالح قبرص التركية في ثروات المتوسط، وعمدت إلى البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق لا تخضع إلى سيطرتها. وذهبت أنقرة أبعد من ذلك بإقامة مناورات عسكرية في شرق المتوسط وقرب الحدود الإقليمية لليونان، الأمر الذي أثار انتقادات قوية من فرنسا والاتحاد الأوروبي. للمزيد من المتابعة معنا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد أحمد، في ظل المواصلة التركية سياساتها التي تأخذ أبعادا استراتيجية خطيرة كونها تلعب في منطقة تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية قد تؤدي في النهاية إلى انفجار الصراع، ما تعليقك وما الموقف الذي يمكن أن يتخذ؟ في الواقع أن تركيا تثبت كل يوم أنها عامل صراع وعامل توتر أكثر منها عامل استقرار وسلام، يعني تسعى دائرة الأزمات والنقاط الساخنة التي تتدخلت فيها تركيا وأدى تدخلها إلى اشتعال هذه الأزمات والصراعات وتعقيداتها وتقاطعاتها، خاصة في ظل المنهج الأردوغاني في إسكاء هذه الصراعات من خلال استخدام الميليشيات الإرهابية والمرتزقة والجماعات الإرهابيين
والجهاديين وتجويعهم نقلهم من سوريا إلى ليبيا ثم من ليبيا ومن سوريا إلى ناغورنو كاراباخ وأيضا التوترات في المنطقة. وأعتقد أن التدخل الأخير التركي في ناغورنو كاراباخ هو أيضا بمثابة صب الزيت على النار ويزيد من اشتعال وهذه المنطقة. وبالتالي كل هذه التدخلات التركية تمثل أولا تهديدا للأمن والسلم الدوليين. نعم. الأمر الثاني هي تتطلب أن يكون هناك موقفا دوليا جماعيا دوليا سواء عبر المنظمة الدولية ومجلس الأمن أو عبر الدول الكبرى لاتخاذ خطوات رادعة تجاه هذه السلوكيات والسياسات التركية التي تعاكس الرغبة الدولية والمجتمع الدولي الذي يبتغي السلام والاستقرار، بينما تركيا تزكي مثل هذه الصراعات. وعندما تدخل تركيا في منطقة طيب. إلا وحل معها تعقيد الأزمة. نعم طيب، يعني من الواضح أن هناك أكثر من دولة غير راضية على تصرفات تركيا بما فيها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ما هي أوراق الضغط التي تملكها تلك الدول لإقصاء أنقرة من المشهد الحالي؟ يعني في الواقع التجربة أثبتت أن أردوغان لا يتراجع إلا تحت الضغوط، بمعنى أنه دائما يحاول استغلال ورقات نقاط الضعف ويحاول ابتزاز الدول الأخرى كما رأينا في أوروبا ورقة الإرهاب، يحاول أيضا الابتزاز أمريكا بورقة روسيا في الصراعات الدولية في سوريا وليبيا وغيرها. لكن اتضح هذه الدول خاصة فرنسا أمريكا أن أردوغان وتركيا بدأت تمثل عبئا على الدول الحليفة خاصة هذه الدول في حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. الأمر الثاني أن تركيا بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء وبالتالي أدت إلى مزيد من التوترات والانقسامات والصراعات ورفعت منصوب التوتر في كل المناطق التي تمثل مجال الحيوية حقيقة لأمريكا وفرنسا. وبالتالي هذه الدول لديها أوراق ضغط مهمة تمثل فيها العقوبات الاقتصادية خاصة في ظل ضعف الاقتصاد التركي وتهاوي العملة التركية، وبالتالي مزيد من العقوبات سيرضى أردوغان وسيؤثر وسيربما يدفعه إلى إثنائه عن هذه السياسات الاستفزازية. الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الأمريكية والدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك. نفت مصادر رسمية في إقليم ناغورنو كاراباخ صحة ما تردد عن بدء وقف لإطلاق نار في الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. من جانب آخر تبدأ في جنيف اليوم محادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لوقف القتال في ناغورنو كاراباخ. القلق من اتساع رقعة القتال في ناغورنو كاراباخ وسط تعنت طرفي الصراع ورفضهما للاستجابة لدعوات العقل والتهدئة دفع قوى عالمية عدة لتكثيف جهودها لإنهاء القتال ومحاولة التوصل لتسوية. جنيف على موعد الخميس لاستضافة محادثات تشارك فيها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا في مسعى لإنهاء القتال بين القوات الأذرية والأرمينية. وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أشار إلى أن ممثلين عن روسيا وفرنسا وأمريكا سيجتمعون أيضا في موسكو الاثنين المقبل للبحث عن سبل لإقناع الأطراف المتحاربة بالتفاوض في سبيل وقف إطلاق النار. وتتباين مواقف زعماء أذربيجان وأرمينيا على شروط وقف القتال الذي اندلع في 27 من سبتمبر الماضي. أذربيجان تقول إن مدنها الواقعة خارج منطقة الصراع قد تعرضت لهجمات ليقترب القتال بذلك من أراض تمر بها خطوط أنابيب تحمل النفط والغاز من أذربيجان إلى أوروبا. وثمة مخاوف متزايدة أيضا من انجرار تركيا الحليف المقرب لأذربيجان وروسيا التي تربطها اتفاقية دفاع مع أرمينيا إلى الصراع. وقال رئيس أذربيجان إلهام عليف إن بلاده لن تجري محادثات مع أرمينيا إلا بعد انتهاء مرحلة الصراع العسكري الحرجة وأنها ترغب في مشاركة تركيا في الوساطة. وطلب عليف أرمينيا بوضع جدول زمني للانسحاب من ناغورنو كاراباخ والمدن الأذربيجانية المحيطة. في المقابل قال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا إن بلاده تريد أن تكف تركيا عن الانخراط في الصراع وأن يتم سحب المرتزقة والإرهابيين أو التخلص منهم كشرط مسبق لوقف القتال.
أغلقت دولة قيرغيزستان حدودها وسط اضطرابات سياسية في البلاد وفقا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الأمن عمر سوفان. وأجبرت الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف الحكومة على الاستقالة الأسبوع الحالي، كما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي. ويعكف الرئيس سورونباي جيبينكوف على السيطرة على الفوضى التي تجتاح الدولة الواقعة في منطقة آسيا الوسطى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب آخر جندي أمريكي في أفغانستان بحلول ديسمبر المقبل. وأفاد ترامب بأنه من المقرر أن يتم إعادة الجنود الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد. وكانت إدارة ترامب وقعت في فبراير الماضي اتفاقا مع حركة طالبان نص على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف 2021 على أقصى تقدير مقابل التزامات أمنية من طالبان ومشاركتها في مفاوضات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية. أعلنت لجنة المنظمة للمناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية أن المناظرة المرتقبة في 15 من الشهر الجاري بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ستجرى عبر الإنترنت. يأتي هذا بينما سارع الرئيس دونالد ترامب إلى تأكيد عدم مشاركته في تلك المناظرة طالما تمت عبر الإنترنت، واعتبر ترامب أن إجراء المناظرة بهذا الأسلوب يعد أمرا غير مقبول. واستغلال السلطة. سؤالي لكما، لماذا أنتم على حق وخصمك على خطأ؟ أكد نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس خلال مناظرته مع منافسته السيناتور كامالا هاريس أنه سيفوز والرئيس الأمريكي في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل. واتهم بنس هاريس بتقويض ثقة الأمريكيين في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا. الحقيقة هي أننا في طريقنا للحصول على لقاح في وقت قياسي. في أقل من عام لدينا 5 شركات في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، ونحن ننتج الآن عشرات الملايين من الجرعات. وحقيقة أنك تواصلين تقويض ثقة الأمريكيين في لقاح إذا ما أنتج أثناء إدارة ترامب هو أمر غير مقبول، وأطلب منك التوقف عن اللعب بأرواح البشر لتحقيق أغراض سياسية. الحقيقة هي أننا سنمتلك لقاحا، ونعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام الجاري. سيكون بمقدور هذا اللقاح إنقاذ عدد لا يحصى من الأمريكيين، وتقويضكم المستمر لثقة الأمريكيين في اللقاح أمر غير مقبول. في المقابل اعتبرت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا يعد أضخم فشل في التاريخ الأمريكي. لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة أمريكية في تاريخ بلادنا، وإليكم الحقائق. توفي 210,000 شخص في بلدنا في 2 شهور فقط جراء فيروس كورونا، كما أصيب أكثر من 7 ملايين شخص بهذا المرض. 1 من كل 5 شركات أغلقت أبوابها. شاهدنا العمال الميدانيين وهم يعاملون كفدائيين. شاهدنا أكثر من 30 مليون شخص يتقدمون للحصول على إعانات بطالة في الشهور القليلة الماضية. وفي 28 من يناير تم إطلاع نائب الرئيس والرئيس على طبيعة هذا الوباء. تم إخبارهما أنه فيروس مميت ينتقل عبر الهواء ويؤثر على الشبان الصغار، وأنه معدن لأنه ينتقل عبر الهواء. كان يعرفان ما يحدث ولم يخبر الشعب. صرح رئيس المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين بأن بلاده لا تخطط للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال ناريشكين إن المعسكرين السياسيين الأمريكيين يستغلان الدعاية السياسية غير العادلة في كثير من الأحيان، مؤكدا أن موسكو تريد إجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقانون وأعراف القانون الدولي.
سجلت وزارة الصحة والسكان أمس 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 9 حالات وفاة. وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة بخروج 43 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات أمس أيضا بعد تمام شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 97,000 حالة. حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من خروج انتشار فيروس كورونا في البلاد عن السيطرة. وفي فرنسا فرض الرئيس إيمانويل ماكرون قيودا احترازية جديدة لاحتواء كورونا مع إصابة أكثر من 18,000 شخص بالفيروس خلال 24 ساعة فقط. تعاني العديد من الدول الأوروبية في الأونة الأخيرة من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، خاصة في كل من ألمانيا وفرنسا. ففي ألمانيا تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 4,000 إصابة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، ما أثار قلق الحكومة ودفع السلطات الصحية إلى التحذير من خروج انتشار فيروس كورونا في البلاد عن السيطرة. وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة الألماني يانس شبان إنه على الرغم من هذا الارتفاع في أعداد المصابين بكورونا، إلا أن النظام الصحي لا يزال لديه القدرة على التعامل مع الوضع حتى الآن. عدد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد، لكن في ذات الوقت نرى أن عدد الوفيات وعدد الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة، خاصة من يتم علاجه بأجهزة التنفس الصناعي، في حدود السيطرة، والنظام الصحي يمكنه التعامل مع الوضع في البلاد. ويأتي هذا الارتفاع في أعداد المصابين في حين ستبدأ عطلة الخريف قريبا في قسم كبير من البلاد، ومع دعوة حكومة المستشارة أنجلا ميركل إلى الحد من السفر. هذا ويتعين إغلاق معظم المحلات التجارية وكذلك جميع المطاعم والحانات في العاصمة الألمانية اعتبارا من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا. أما فرنسا فأعلنت أنها تتجه نحو مزيد من القيود لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن هذه القيود سيتم تطبيقها في المناطق التي تشهد وتيرة تفشي سريعة لكوفيد 19، في حين يتواصل تدهور الوضع الصحي في مناطق فرنسية عدة. Vous avez raison de dire que l'épidémie continue de monter. المناطق التي تشهد وتيرة تفشي سريعة خاصة بين المسنين الذين هم الأكثر ضعفا، وحيث يتزايد عدد شاغلي أسرة أقسام الطوارئ، يجب الذهاب باتجاه فرض مزيد من القيود. كانت فرنسا قد سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث ارتفع إلى أكثر من 18,000 حالة إصابة، وهي حصيلة قياسية منذ إطلاق حملة الفحوص واسعة النطاق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من برلين السيد حسين خضر المستشار بالصليب الأحمر الألماني في دائرة هيرفورد. سيد حسين، ما تقييمك لما آلت إليه الأوضاع أوضاع فيروس كورونا في أوروبا بشكل عام وخصوصا في ألمانيا وفرنسا؟ مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في البداية طبعا احنا هنا عندنا تخوفات كبيرة جدا ان احنا نوصل لنقطة فقدان السيطرة بسبب طبعا حالة الاستهانة المنتشرة من بعض المواطنين في طريقة التعامل مع إجراءات الطب الوقائي، وده اللي شفناه في الأيام اللي فاتت. يعني طبعا كده كده احنا في الموجة الثانية هنا وبنواجه تزايد في عدد الحالات، ولكن طبعا في الأيام اللي فاتت كان في حفلات أفراح كتير جدا، كان في حفلات خاصة، تجمعات خاصة برضو ما بين الأصدقاء، ولكن تجمعات سرية غير مسجلة، وبالتالي حصل بسببها انتشار للفيروس، وفي نفس الوقت المواطن نفسه أو اللي كانوا مشتركين في هذه الحفلات أو حفلات الأفراح اللي بعد كده تعاملوا مع المجتمع الألماني بشكل عادي جدا، لأن هم ما كانوش يعرفوا أن هم حاملين طبعا للفيروس، أدوا إلى انتشار الفيروس في المدارس أو في الشركات طبعا اللي هم كانوا شغالين فيها. وبالتالي كان من الضروري ان يبقى في اجتماع قريب جدا بين المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل ومسؤول المدن الكبيره اللي فيها نسبه العدد السكاني او التكدس كبيره جدا، علشان نقدر كلنا نصل الى قواعد محدده نقدر من خلالها ان احنا نتعامل مع الموجه الثانيه هنا باقل خسائر. الاعداد طبعا مستمره في التزايد، ولكن لحد دلوقتي هي تحت السيطره، ولكن هدفنا كلنا ان احنا طول الوقت نفضل محافظين على سرعه الانتشار مقارنه بعدد الاسره المجهزه، لان هي الفكره كلها في التعامل مع فيروس كورونا لحين وجود دواء او لقاح
ان عدد الحالات الحرجه اللي بتحتاج اسره مجهزه يكون دائما اقل من عدد الاسره المجهزه اللي موجوده، لان لو عدد الحالات الحرجه زاد عن عدد الاسره المجهزه في اي دوله في العالم هيتسبب طبعا في انهيار للمنظومه الطبيه في الدوله دي، ويبقى ساعتها طبعا الوضع الكارثي اللي احنا ما بنتمناهوش. وبالتالي بنحاول طول الوقت ان احنا نبقى مسيطرين على انتشار الفيروس او نبقى متابعين الفيروس بخطوه. نعم، أشكرك السيد حسين خضر المستشار بالصليب الأحمر الألماني. أبدت الرئاسة الروسية قلقا بالغا من ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشددة على وجوب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض. هذا وقد سجل المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا أكثر من 11,000 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط في 85 منطقة عبر أنحاء البلاد، إضافة إلى أكثر من 190 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 22,000 وفاة على الأقل. تواجه السلطات الصحية في إيران أزمة تتمثل في نقص أماكن تلقي العلاج المتاحة في المستشفيات مع انتشار فيروس كورونا في طهران، وبلغت مؤشرات الإصابة بالفيروس في العاصمة الإيرانية أكثر من 4,000 إصابة خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى 230 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا كورونا في إيران إلى نحو 28,000 وفاة. يأتي هذا على الرغم من إغلاق المدارس والمساجد وجميع المؤسسات العامة في طهران لمدة أسبوع ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. فوز الشاعرة الأمريكية لويز جلوك بجائزة نوبل للأدب. كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. أن اعتقادي دائما كان ولا يزال أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة، يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد مع حسام عاطف. تفضل حسام. أشكرك منى، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزارة التخطيط تعلن عن تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 14 عاما. أهلا بكم من جديد. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014 والبالغ تكلفتها 600 مليار جنيه. وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بمختلف القطاعات، ومن بينها التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء. أما على صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء، فقد تم إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كيلومتر، كما تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن من بين المؤشرات الإيجابية الذي شهدها العام المالي المنتهي 19-20 تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14 عاما بمعدل سنوي 5.7%
في 19-20 مقارنة ب 13.9% في 2018-19. وأوضحت السعيد أن من بين المؤشرات الإيجابية أيضا التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19-20 وقبل حدوث أزمة كوفيد-19 أو كورونا المستجد، زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 19-20 إلى حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% في الفترة من يناير إلى مارس 20، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019. وقعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة إضافية بقيمة 22.8 مليون دولار ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات الخاصة بالحكومة والحوكمة الاقتصادية الشاملة، والبلغ قيمتها 113 مليون دولار لمدة 5 سنوات. تهدف المنحة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة مع الانضمام إلى القوى أو من الانضمام إلى القوى العاملة. في فرنسا، أفادت تقديرات البنك المركزي اليوم أن اقتصاد البلاد نما ب 16% في الربع الثالث من العام بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8% في الشهور الثلاث السابقة، في تأكيد على توقعات سابقة. وتراجع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة نحو الركود في الربع الثاني من العام بعد فرض مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوروبا، وذلك للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 على مدى شهرين. قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا اليوم إن الحكومة الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون مليار يورو في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق. وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني إن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة ب 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام، وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019. قال اتحاد النفط والغاز النرويجي اليوم إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول الرابع عشر من أكتوبر، ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي، ما أدى إلى زيادة سعر نفط بحر الشمال بنحو 1.1% إلى 42.46 دولارا للبرميل. وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8% من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتجين في أوروبا، ما قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي. أما على صعيد أسواق النفط العالمية فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل الإعصار دلتا، إلا أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية أيضا. وبهذا ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي ب 27 سنتا إلى 40 دولارا و22 سنتا للبرميل، وزادت العقود الأجلة لخام القياس العالمي المعروف بمزيج برنت ب 31 سنتا إلى 42 دولارا 30 سنتا للبرميل. أما على صعيد العملات فقد تكبد الدولار والين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا خسائر اليوم بعد أن تحسنت معنويات المستثمرين بفضل إحياء آمال في تحفيز مالي بالولايات المتحدة الأمريكية. ومقابل سلة من العملات تراجع الدولار ب 1.1%، وارتفع اليورو إلى دولار و17 سنتا، وجرى تداول اليوان عند 6.73 في التعاملات الخارجية. وارتفع الجنيه الاسترليني خلال التداولات ب 3.3% إلى دولار 29 سنتا. أما في أسواق المعادن النفيسة فقد صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يرتقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي، حيث زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ب 1.1% إلى 1888 دولارا و46 سنتا للأوقية،
كما صعدت الفضة ب 2% إلى 23 دولارا 88 سنتا للأوقية. أما البلاتين فقد انخفض ب 1% إلى 863 دولارا 25 سنتا للأوقية. في مدينة السليمانية العراقية تفتقر قرية بيغلاس النائية الواقعة بالقرب من الحدود الإيرانية تفتقد إلى الكهرباء، ما حفز قروي كردي على التغلب على تلك المشكلة بصناعة ساقية لتوليد الكهرباء. فلنتابع. في مدينة السليمانية العراقية تفتقر قرية بيغلاس النائية الواقعة بالقرب من الحدود الإيرانية إلى الكهرباء، لكن مهدي محمد لم يستطع العيش في الظلام، وبدلا من ذلك توصل إلى مشروع بدائي لتوليد الكهرباء من خلال استخدام مجرى النهر لتشغيل ساقية مائية متصلة ببطارية ومحول. يتكون هذا المشروع من أجزاء مختلفة مثل هذه الدلاء والمولد الكهربائي وعدة أجزاء أخرى، ويكسب مهدي رزقه من خلال بيع الفواكه والخضروات وهي من منتجات قريته، على الرغم من هوسه بالإلكترونيات والميكانيكا. ويولد المشروع حوالي 4 أمبير وهو ما يكفي لإضاءة المنزل وما حوله. إذا ساعدتني الحكومة فسأكون قادرا على بناء مشروعات أكبر من 10 إلى 20 أمبير، وهذا سيكون كافيا للقرية ويفيد كثيرين. ولا يوجد بقرية بيغلاس مشروعات للطاقة، وأقرب بلدة بها شبكة كهرباء تبعد حوالي 10 كيلومترات. من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن قرب إضافة 3000 ميجاوات إلى المنظومة الوطنية من خلال وحدات ومحطات إنتاج ستدخل للعمل قريبا، كما تعتمد العراق على تنويع مصادر الطاقة كالمضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار. ومشاهدينا الكرام، بهذا التقرير انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميلة منى الشايب، تفضلي منى. شكرا حسام. فازت الشاعرة الأمريكية لويز جلوك اليوم بجائزة نوبل للآداب، وأوضحت الجهة المانحة للجائزة أن قرارها جاء تقديرا لصوت وإلقاء جلوك الشاعري المميز على حد وصف لجنة التحكيم. واشتهر شاعر جلوك بتعبيراته الصريحة عن الحزن والعزلة، ولفت شعرها الأنظار لإتقانها بناء الشخصية الشعرية والعلاقة في قصائدها بين السيرة الذاتية والأسطورة الكلاسيكية. وسبق لجلوك وهي أستاذة للأدب الإنجليزي في جامعة ييل أن فازت عام 1993 بجائزة بوليتزر للأداب وجائزة ناشونال بوك أورد في 2014. تسبب حريق هائل بترسانة عسكرية غربي روسيا في إجلاء أكثر من 2300 شخص عبر 10 قرى بمحيط الحادث الذي أصاب أكثر من 13 شخصا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر أكثر من 200 جندي مدعومين بأربع طائرات إطفاء كبيرة وطائرات دون طيار للمساعدة في إخماد الحريق الذي تسبب في وقوع انفجارات هائلة هزت منطقة بلغ مداها 250 كيلومترا جنوب شرق موسكو. وأرجعت السلطات سبب اندلاع الحريق الهائل الذي نشب في ترسانة الأسلحة إلى انتشار حرائق بين الأعشاب في المنطقة. نتحول إلى النشرة الرياضية مع الزميلة حنان عاطف، تفضلي حنان. شكرا لك منى. ومشاهدينا ومتابعينا الكرام، نظرة على أخبار الكرة والملاعب وأهم ما فيها. الليلة الزمالك يواجه وادي دجلة أملا في التشبث بموقعه في وصافة الدوري الممتاز.